بيحرض الفنانات على لبس الحجاب وبيشتري كوز الذرة بدولار ومهد الطريق أمام الفكر المتطرف. سر الأزمة بين الشيخ الشعراوي ومفيد فوزي. رحل عن عالمنا الإعلامي الكبير مفيد فوزي بعد أزمة صحية صعبة. لحظة دفنه كانت مليانة بمشاهد مؤثرة وصعبة ومحزنة جداً، انهيار بنته وبكاء محبيه، حتى كلبه اللي فضل قاعد قدام قبره. لكن اللي تصدر المشهد وعمل كل الجدل مشهد دخول نعش الأستاذ لقبره. والحقيقة إنها كانت لحظة صعبة وفيها مشاعر كتير متلخبطة. نعش الأستاذ مفيد كان مش عاوز يدخل، وده لأنه حجمه كان نسبياً أكبر من مدخل القبر، فاضطر العمال إنهم يكسروا في الحيط عشان يوسعوا المدخل ويقدروا يدخلوا. والحد هنا وممكن الأمر يكون طبيعي، لكن اللي ما كانش طبيعي واللي تفسر به المشهد ده لما خرج مجموعة مش قليلة من الناس بتقول إن نعش مفيد رفض يدخل القبر، وده لأنه ذنب الشيخ محمد متولي الشعراوي وانتصر ربنا للشيخ الراحل بعد الظلم اللي تعرض له من الأستاذ مفيد فوزي. لكن إيه اللي دخل الشيخ الشعراوي؟ وإيه العلاقة اللي تخلي الناس تربط ربط زي ده؟ وأستاذ مفيد ظلمه في إيه أصلاً؟ أيام الأستاذ مفيد كان رئيس تحرير برنامج صباح الخير وعمل حوار طويل مع الشعراوي، وصفه بأنه الأهم والأصعب. وخلال لقائهم مع بعض الشيخ الشعراوي عزمه على دورة وقال له إن كوز الدورة ده أمريكي وتمنه دولار. مفيد أكل الدورة واتبسط، وبعد ما مشي كتب إن الشعراوي إداله كوز دورة سعره دولار. الشيخ الشعراوي زعل جداً واعتبر إن مفيد ما كانش أمين معاه، لأن وقتها حاجة زي كده كان ليها دلالات تانية. يمكن مثلاً كان خايف الناس تنتقده عشان بياكل درة غالية قوي. وبسبب الموضوع ده الشيخ الشعراوي تعب. مفيد فوزي راح له لحد بيته واعتذر له، والشيخ قبل اعتذاره وعلاقتهم بقت كويسة وقال له أنا هعتبر ده خطأ من الشقوات. بس الجدل بين مفيد والشعراوي ما خلصش هنا. وخلال حوار للأستاذ مفيد مع الأستاذ حمدي رزق قال إن الشعراوي إنه كان سبب في حجاب الفنانات، وهو ما كانش عاوز يتدخل في الموضوع لأنه مسألة شخصية وما ينفعش الدخول فيها، وقال نصاً ولا الغوص فيها، وده لأنه قرار شخصي لبعض الفنانات. وقال إن في ناس في جيله كتير بيشوفوا الشيخ الشعراوي إمام وداعية ومفسر للقرآن الكريم. البعض وقتها اتهم مفيد فوزي إنه اتهم الشعراوي بالتطرف، ووضح بعد كده الأستاذ مفيد تصريحاته دي وقال إنه ندم على جزئية الحجاب، وإن الإعلامي اللي ظهر معاه استغل صمته وفسره على إنه موافق على الكلام اللي قاله. وكمان في حواره مع المخرجة إيناس الضغيطي لما سألته عن تصريح الحجاب تجنب الرد عليها وقال لها إن الشيخ الشعراوي علمه يقول الحمد لله حتى يصون النعمة، وعشان كده خلاها شعار عمره. ولأن الشيخ الشعراوي أكد له إن لو ما قالش الحمد لله لن ترفقه النعمة. الأستاذ مفيد عاش حياته صاحب رأي واضح وتصريحات جريئة وقوية، وكانت بتربطه بالشيخ الشعراوي علاقة محبة واحترام. والحقيقة اللي دايماً كان بيأكدها إنه بيقدر وبيحترم وبيحب كمان فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاء الذي علمه قول الحمد لله.